وجدت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين. فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء القدير 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا. قال: ولا تعلموها السفهاء، فإن يدعوا بها يستجاب لهم، أو ما معناه. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته صحيحا. وقال إبراهيم بن علي: قد جربته فوجدته حقا. وقال الحاكم: قال لنا زكريا: قد جربته فوجدته حقا. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا بهذه الصفة؟ وماذا تسمى؟ وما المقصود بالسفهاء الذين نهينا أن نعلمهم هذه الصلاة؟ بينما هناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن تلاوة القرآن وهو راكع أو ساجد، أخرجه ابن جرير. فأيهما الصحيح؟ وإن كانا صحيحين فكيف الجمع بينهما؟ هذا الحديث لم أقف له على أصل فيما بين يدي من كتب الحديث، من كتب التخريج، ولا أدري عنه، مع ما فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام، الركوع أو في السجود، وتكرار ذلك، وأيضا فيه السؤال بمعاقد العز من العرش غير ذلك، وكلها أمور غريبة. الذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث. وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها، وفيها من نوافل العبادات والصلوات والطاعات ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله. وأما ما ذكر من أن فلانا جربه فوجده صحيحا وفلانا جربه فوجده صحيحا، هذا كله لا يدل على صحة الحديث. يعني كون الإنسان يجرب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه، لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاء وقدرا، أو يصادف ابتلاء وامتحانا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة هذا الأثر. نعم، بارك الله فيكم.